أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. نبدأها بالعلوم. استشهاد وإصابة عدد من جنود القوات الجنوبية في انفجار عبوة ناسفة بمديرية مودية في محافظة أبيض. القوات المشتركة تحبط عملية إرهابية لميليشيات حوثية تشكل تهديدا على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. الهلال الأحمر الإماراتي يوقع اتفاقية لبناء فصول دراسية لروضة شحير بمديرية غيل بوزير في حضرموت. أفاد مراسلنا في أبيان باستشهاد جنديين من القوات الجنوبية وإصابة 7 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في وادي عمران شرق مديرية مودية. هذا وتشهد مديريات شرق أبيان منذ تحريرها من الجماعات الإرهابية والتخريبية ارتفاعا ملحوظا في عملية التفجير التي تستهدف القوات الجنوبية المشاركة في عملية سهام الشرق. أكد لنا قائد كتيبة المهام هناك في وادي عمران أن العبوة الناسفة قد تكون مزروعة من سابق والتي تم وضعها بطريقة عشوائية تحت الأشجار وفي المواقع وفي الدشم والقمم الجبال المحيطة بوادي عمران وأيضا في الطرق الجانبية المؤدية إلى هذا الوادي. الانفجار تم الساعة 10 صباحا اليوم والذي خلف ارتفاع عدد من الشهداء وهم 2 وما يقارب 6 أو 5 جرحى بين صفوف قوات الجنوبية المرابطة في هذا الوادي. سبقت هذه العملية عمليات سابقة جدا لتنظيم القاعدة الإرهابية في مناطق شرق أبيان وبالذات مديرية المحلج. كبدت القوات الجنوبية ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية وذلك خلال المواجهات العنيفة بجبهة الحديدة الحدودية. وأفاد مصدر عسكري بأن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي وبالطائرات المسيرة المفخخة شنته الميليشيات الحوثية على المدنيين في منطقة الهضبة بلد آل حيد ما أدى إلى تضرر العديد من المباني. أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي إحباط عملية إرهابية كانت ميليشيات الحوثي تحاول تنفيذها لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر انطلاقا من شواطئ مديرية التحيتة بريف محافظة الحديدة الجنوبي. شيئا فشيئا تتحول الملاحة في البحر الأحمر إلى مسرحا للعمليات الإرهابية المستمرة التي تنفذها ميليشيات الحوثي الانقلابية سواء عبر الزوارق المفخخة أو الألغام البحرية أو الصواريخ التي تطلقها الميليشيات الانقلابية باتجاه المياه الدولية. أحدث فصول هذه العمليات هو ما كشفه الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن رصد تحركات للميليشيات الحوثية في شواطئ مديرية التحيتة بريف محافظة الحديدة الجنوبي، وقال إن هذه التحركات التي شملت استحداث مواقع لما تسمى البحرية الحوثية على شواطئ التحيتة تشكل تهديدا للملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر. الإعلام العسكري أفاد بإحباط القوات المشتركة التحركات الحوثية وتوجيه ضربات مركزة أكد أنها حققت إصابات مباشرة ودقيقة في الأهداف المرصودة. وهذه التحركات جاءت بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق الميليشيات ذاتها صاروخا مضادا للسفن باتجاه المياه الدولية في البحر الأحمر. وقالت القوات الحكومية إن الميليشيات الانقلابية أطلقت الصاروخ من مديرية نهم عند البوابة الشرقية لصنعاء وسقط غربي مدينة الحديدة في المياه الدولية، واصفة هذه العملية بالعدائية مشيرة إلى أن كافة الأدلة أثبتت تورط الحرس الثوري الإيراني في عملية الإطلاق. ترى القوات الحكومية هذا الإطلاق على أنه جزء من عمليات إرهابية عديدة نفذتها ميليشيات الحوثي خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك العمليات الإرهابية التي استهدفت ميناء الضبة بمحافظة حضرموت وميناء النشيمة بمحافظة شبوة، وتعتبر ذلك تقويضا للأمن الإقليمي والدولي.
أكثر من 22 سفينة، تقول إحصائيات إنها تعرضت لعمليات إرهابية نفذتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية في البحر الأحمر خلال الأعوام الممتدة من 2015 وحتى 2022. فضلا عن إطلاق ذات الميليشيات أكثر من 100 زورق استهدف الملاحة الدولية والموانئ اليمنية، وغير ذلك نشر المئات من الألغام البحرية التي ذهب ضحيتها العشرات من الصيادين، فضلا عن تضرر سفن تجارية أثناء مرورها في البحر الأحمر. منعت ميليشيا الحوثي المدارس الحكومية والأهلية في صنعاء الخاضعة لسيطرتها من تنظيم رحلات مدرسية للطلاب إلا بموافقة مسبقة منها، وأصدرت اشتراطات جديدة تمنع الضحك في حافلات الرحلات المدرسية للطالبات. من باب تضييقها الخناق على طلاب المدارس، منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدارس الحكومية والأهلية في صنعاء من تنظيم رحلات مدرسية للطلاب إلا بموافقة مسبقة منها. وأصدرت الميليشيات وثيقة تسمى بضوابط الرحلات المدرسية وتقضي بعدم اتخاذ أي رحلات مدرسية إلا بعد الرجوع للمنطقة التعليمية في صنعاء والتنسيق مع قيادات الميليشيات، كما وضعت قائمة لما أسمتها بضوابط الرحلات المدرسية وألزمت مديري المدارس بالتقيد بها. وطبقا للوثيقة، منعت ميليشيا الحوثي الضحك في حافلات الرحلات المدرسية للطالبات وسماع الأغاني داخل الباص أو خارجه، وكذا حمل الهواتف المحمولة. واشترط الإنقلابيون في نفس التعميم على المدرسة التي تعتزم تنظيم رحلة للطلاب تقديم طلب إلى المنطقة التعليمية يتضمن كافة تفاصيل الرحلة والفصل بين الجنسين. ويعد هذا القرار واحدا من عدة قرارات تنتهك الحقوق الأساسية والحياة العامة والخاصة للنساء والتضييق على السكان والمجتمع من كافة النواحي. يأتي ذلك بعد أيام من إصدار ميليشيا الحوثي ما تسمى مدونة السلوك الوظيفي التي تكرس الاستبداد ومبدأ العبودية للموظفين ونشر أفكارها ومعتقداتها الطائفية، وأثارت سخطا ورفضا واسعا في أوساط السكان. وفي وقت سابق أصدرت ميليشيا الحوثي تعميما بمنع النساء من التنقل أو السفر دون محرم، في حين تنفذ إجراءات صارمة في نقاط التفتيش على مخارج ومداخل صنعاء لتنفيذه، كما يطبق القرار أيضا على النساء اللواتي يسافرن عبر مطار صنعاء إلى خارج البلاد. وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية جديدة لبناء فصول دراسية لروضة شحير بمديرية غيبة وزير بمحافظة حضرموت. تنص الاتفاقية على بناء وتأثيث 3 فصول دراسية وتحسين البيئة في الساحة المدرسية وصيانة المسرح المدرسي للروضة. بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية جديدة لبناء فصول دراسية لروضة شحير بمديرية غيلبة وزير في محافظة حضرموت. توقيع عقد لمشروع بناء وتأثيث عدد 3 فصول دراسية وتحسين البيئة المدرسية في الساحة وكذلك صيانة المسرح المدرسي لروضة شهر التابعة لمديرية غيلبة وزير. بدورنا في مكتب التربية والتعليم نتقدم بعد التوقيع على عقد العمل للمقاول وتسليمه الموقع وتسليمه الأرض، نتقدم بجزيل شكرنا للأخوة في الهلال الأحمر الإماراتي على الجهود المبذولة وتقديم دعمهم ومساعدتهم الكريمة والسخية والمستمرة دائما لدعم أهلهم وأخوانهم في حضرموت وخاصة بمديرية غيلبة وزير وفي قطاع التربية والتعليم. الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم المنظومة العلمية والتعليمية في محافظة حضرموت ضمن جهود دعم وإنعاش قطاع التعليم. هذه طبعا الإضافات النوعية ستعطي مجال لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال في هذه الروضة، نظرا للزيادات التي تتطلبها هذه المدينة ومواكبة لهذا الاحتياج. أحب أن أشكر الهلال الأحمر الإماراتي على توقيع على هذه الاتفاقية اليوم في توسعة الصفوف للروضة، نظرا لما تحتاجه هذه الروضة من توسعة في الصفوف. وتسعى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للارتقاء بمستوى التعليم من خلال تنفيذ مشاريع حيوية تلبي متطلبات القطاع التعليمي وتوفر بيئة مناسبة للطلاب لتيسير
دراستهم. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. العاصمة عدن تشهد حفل توقيع عدد من المؤلفات الأدبية. بكم جديد. شهدت العاصمة عدن حفل توقيع عدد من المؤلفات الأدبية، وهي إصدارات شبابية لاتحاد أدباء وكتاب الجنوب برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي. ست مؤلفات من الأعمال الأدبية، أربعة دواوين شعر ومجموعتين قصصيتين، احتفى بحفل توقيع إصدارهم اتحاد أدباء وكتاب الجنوب بالعاصمة عدن، جميعها إصدارات لشباب جنوبيين. نحتفي بأحد منجزات اتحاد أدباء وكتاب الجنوب والمتمثلة بتوقيع إصدارات عدة لعديد من مثقفي ومبدعي وأدباء الجنوب، والتي ستسهم مع غيرها من الإصدارات التي تبنتها الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في إثراء المكتبة الجنوبية الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والجغرافية والعلمية والتربوية والتعليمية. اتحاد أدباء وكتاب الجنوب يمثل الواجهة الثقافية لجنوبنا الحبيب، فبدأنا بتشجيع هؤلاء الشباب بالإصدارات الأولى وبواكيرهم الأولى. طبعا هي المرحلة الأولى من مشروع الرئيس القائد عدروس قاسم زبيدي إصدارات اتحاد أدباء وكتاب الجنوب. سنواصل بعدها المرحلة الثانية بإصدارات الأخرى للأدباء، وأيضا ستهتم أيضا بالفروع بإصداراتها. فعالية حفل التوقيع حظي بمشاركة العديد من المهتمين بالحقل الأدبي، رأوا فيه إسهاما جديدا لما تشهده العاصمة عدن من طفرة في الحراك الثقافي لشباب تخطوا مآسي البلاد بإبداعات ثقافية. شهدنا الاحتفاء بعدة إصدارات شبابية تختلف أنواعها ما بين السرد والشعر، وفي ظل وجود نخبة نوعية من المثقفين وأدباء الجنوب. بالتأكيد سيستمر هذا العطاء وسيستمر هذا التكامل ما بين المجلس واتحاد أدباء وكتاب الجنوب وكافة منظمات المجتمع المدني المعنية بالثقافة. مجموعة من الأدباء والكتاب الشباب حاولنا الأخذ بيديهم وخرجنا بهذه الإصدارات الستة التي تتنوعت بين إصدارات ومؤلفات نسائية ومؤلفات رجالية، اثنتين من الفتيات في الشعر وفي السرد وأربعة في الشعر. في يوم فاصل في حياتنا وإن شاء الله خطوة أولى في مشوارنا الأدبي، والمشروع هذا كما عرفنا هو خطوة أولى لمشاريع إن شاء الله قادمة تعطي فرصة لبقية الشباب ليقدموا إبداعاتهم ويجدوا الدعم اللائق بهم. نشكر الاتحاد مرة أخرى ومرة ألف على هذه الفرصة. يعد هذا العمل والإنجاز تدشينا لمهمة وضعها على عاتقه الاتحاد في الأخذ بيد المبدعين والأدباء من الشباب في الجنوب والسعي لتبني المواهب الأدبية والثقافية. لقناة الغد المشرق، عبد الله الكثيري، عدن. تتميز ثانوية عدن النموذجية للبنين بصرحها التعليمي التربوي، وتفردت بكونها أول مدرسة حكومية نموذجية بالعاصمة عدن، وتستقبل سنويا عددا من الطلاب لاجتياز امتحان القبول بمعدل امتياز. تعتبر ثانوية عبود أو كما يعرف اسمها حاليا بثانوية عدن النموذجية للبنين واحدة من أقدم المدارس القديمة التي تميزت بتطورها التعليمي، حيث دعا صيتها وشهرتها في خمسينيات القرن الماضي باعتبارها المدرسة التي كان لها الدور الريادي بصرحها التعليمي التربوي، والتي ما زالت حتى يومنا هذا محافظة على مكانتها التعليمية. في هذه المدارس الثانوية اليوم يجرى اختبار تحريري خاص بالمفاضلة بين الطلاب المتقدمين للقبول في هذه المدارس النموذجية الثلاث.
طبعا عدد المتقدمين في ثانوية عدن النموذجية ليومنا هذا 247 طالب، ستتم بينهم عملية المفاضلة في الاختبار التحريري. ثانوية عدن النموذجية تحتفظ بشعارها العلمي أخلاق تفوق موهبة نظافة نظام، وبهذا الشعار قد عرف الكثير من الطلاب بنموذجية الثانوية والتي تستقبل سنويا 120 طالب بعد اجتيازهم امتحان القبول وبمعدل امتياز لكل من الصف السابع والثامن والتاسع. القبول نحن دائما من 90 وفوق، فيما سبق أخذنا حسب تدني مستوى الطلاب في السنوات السابقة نتيجة الظروف السياسية الموجودة في البلاد إلى 85، لكن وجدنا أن المخرجات كانت فيها مشكلة، فأصرينا العام هذا على أساس أنه نتم القبول 90%، أي واحد عنده 90% وما فوق تم التسجيل. ما شاء الله عدد الطلاب المتقدمين خلال 11 يوم 247 طالب. اليوم قمنا بزيارة لمقر امتحانات المفاضلة للطلاب الثانوية البنين في ثانوية عدن النموذجية في مديرية درساد، وكان عدد المتقدمين تقريبا 247 طالب، ونتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله نتمنى كذلك التوفيق لإدارة المدرسة بممثلة بمدير المدرسة ووكيل المدرسة، ونتمنى العملية التعليمية أن تسير بشكل أفضل، ونحن في المجلس الانتقالي ندعم العملية التعليمية. تستقبل الثانوية من كل عام دراسي عدد من الطلاب من مناطق مختلفة، حيث تتميز بتفوق طلابها من خلال تحصيلهم العلمي، كما استطاعت المدرسة أن تلتزم بوسائل تعليمية ذو كفاءة علمية عالية لتحتضن فلذات أكبادها بالعلم والأدب. صفاء السويدي لقناة الغد المشرق، عدن. أعلنت الصين مزيدا من التخفيف التدريجي للقواعد المطبقة للتصدي لانتشار كوفيد 19. رفعت الصين القيود المفروضة على عدد الأشخاص المسموح بدخولهم المسارح والفعاليات مثل الحفلات والمهرجانات الموسيقية في المناطق منخفضة الخطورة والتي لا تعاني من أي تفشي للمرض. أرسلت وزارة الثقافة والسياحة الإرشادات التي تمت مراجعتها لوكالات السفر وأماكن الترفيه والحفلات. نهاية النشرة، إلى العناوين. استشهاد وإصابة عدد من جنود القوات الجنوبية في انفجار عبوة ناسفة بمديرية مودية في محافظة أبين. القوة المشتركة تحبط عملية إرهابية لميليشيات حوثية تشكل تهديدا على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. والهلال الأحمر الإماراتي يوقع اتفاقية لبناء فصول دراسية لروضة شحير بمديرية غير بوزير في حضرموت. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغد وايد.com وتطبيق غد الإخباري. إلى اللقاء.